تاريخي الحقيقة، يوم تاريخي. ليه؟ لأنه مش بس لأنه زي النهاردة 5 يونيو سنة 53 الأهلي فاز أو تم تتويجه بدوري العام في نسخته الرابعة بعد ما تعادل مع نادي الزمالك بنتيجة 2-2، لكن النهاردة الحقيقة كمان يوم تاريخي وتاريخ جديد بيتكتب النهاردة. وافتكروا التاريخ ده كويس جدا لأنه بيفتح الباب أمام بطلات وأبطال مصر في رياضة الجمباز. بنتنا الحقيقة نانسي طمان حققت النهاردة أول ميدالية ذهب لمنتخب مصر ولمصر عموما في رياضة الجمباز، وتحديدا في لعبة حصان القفز. دي أول ميدالية ذهب بتسجل في التاريخ، والكلام ده يمكن حصل من دقائق بسيطة جدا قبل ما نطلع على الهواء مباشرة. قدرت تحقق ميدالية ذهب عشان تحط اسمها في خانة الأبطال اللي حققوا ميداليات ذهب على مستوى عالمي طبعا لمنتخب مصر، نانسي طمان. افتكروا الاسم ده كويس، بطلة مصرية جديدة في رياضة الجمباز حققت أول ميدالية ذهب النهاردة لمصر في رياضة الجمباز، وزي ما قلت لكم تحديدا في رياضة حصان القفز.